وهكذا أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء ينطلق الشوط على بركة الله مع أمنياتنا لهذه الشعارات وهؤلاء الأخوة المندفعين على أرضية هذا الميدان بالتوفيق الدائم في هذا اليوم وفي أيام موسم 2012-2013، تاريخ أيضا جديد يبحث عن رموزه وعن فائزيه وعن نجومه في هذه الميادين. الخمسة كيلومترات ترحب بهذا الشوط، وها هي مقدمة الشوط مباشرة مشاهدينا الكرام مع اللي تحتل المركز الأول الريام لحمد بن محمد بن عبده الشامسي في مقدمة الشوط، وفي المركز الثاني زعفران الأحمد بن سعيد بالمر السبوسي، بينما نرى في المركز الثالث اللي تليه مباشرة أيضا زعفران للسيد محمد بن علي بن مسعود العيسائي. هناك دخول على رابع المراكز اللي غيرت إلى المركز الثالث، الشايبة تعود ملكيتها لسعيد بن محمد بن بارك الخيلي. المركز الخامس من الجانب الآخر حيث غيرت موقعها إلى ثاني المراكز مباشرة، اسمها الشامخة للسيد محمد بن سهيل بن غيضان العامري. ننتقل مباشرة إلى سادس المراكز اللي تحتل في هذه اللحظات وجود للسيد حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع اللي في المركز السابع هناك ايضا الصفرد لخلف بن للسيد خلف بن برا. ايضا دير بالك يا القحطاني، هناك هاجمين، هناك طوع لحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير متحركة، وهناك مشاهدينا الكرام ايضا اللي تهجم بقوة، وايضا حمد بن ضعيف بن غدير، هناك حمد 15 اللي هو وجود لحمد بن ضعيف، الهجوم قادم وابها ابها 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 وطوع ابها وطوع القادمة، طوع ابها مسيطرة على الموقف، ولكن يبدو ان بن ضعيف له كلام في هذه اللحظات. طوع يا طوع، طوع وابها ابها ابها. محمد بن شافي القحطاني، هل تصمد ابها امام هذا الضغط في اول اشواط المهجنات ام طاعت الامور لطوع؟ طاعت الامور لطوع، طوع وابها ابها، طوع طوع طوع. يا سلام، خطف الطوع في اللحظات الاخيره. المركز الاول السيد حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي، المركز الثاني ابها السيد محمد بن ناصر القحطاني، المركز الثالث حمد بن ضعيف بن غدير، المركز الرابع اللي وصلت رابعة هي الصفرد لخلف بن براك بن خلف المزروعي، المركز الخامس حمد احمد بن محمد بن عبده الشامسي. هذه الخمسة المراكز، هذا دخول طوع امامكم لحظات الاعادة وتوقيتها للخمسة كيلومترات السبع دقائق 49 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس السيد حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي على هذا الفوز في اللحظات الأخيرة. ضيفتنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة أبها، سبع دقائق توقيت 49 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. وفي المركز الثالث أيضا بن ضعيف ووجود حاضرة، توقيتها سبع دقائق 50 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. التهاني والناموس السيد حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي مرة أخرى.